بطانيه مخد دوش والله شرفه. قلت لك عم الجيش ما يدي زوله او على الروح انا وياك اذا لقيناه ذني نصهن واصلات ما اريد نحكي. وهن بالمناسبه من اعدادهن مبينات لان دوشك 25 واحد مخده 25 وبطانيه 500 زين خاصه ذن يعني الدوشك ب 40,000 المخده ب 7,000 هسه ترد قد اجيب لك مخدات مو البطانيه 500 بطانيه بالقران بالقران ذاك اليوم اشتريت لي انا بطانيتين قلت له انطيني النوعيه الزينه ب 35,000 هناك كاتبها ب 45,000 على 500 وحده يلمن لا مو يلمن انت باخذ وحده هذا هذا كميه ماخذ يعني هذا ياخذ بنص القيمه شوف المصيبه الكرفان كرفان 3 ب 12 ب 23 مليون ما اعرف انا سويت كرفان يمكن 3 لو 4 ب 7 ما كلفني 7 ملايين جبت الحداد وراح اشترى وسوق وسوى يمي انتم تسوونه داخل المعمل داخل المعمل اشتري مواد وجيبه وسوي داخل المعمل ما يكلف مستحيل هذا الان اعرف الشرطه الاتحاديه عندها ورش اي عندها ورش صناعيه أي. نجارين وحدادين وسباكين ذول يشتغلون شوف لي هاي خلينا نجي على هنا درع مشلح هناك مشلح درع مشلح شلون ب 100,000 والله ما اعرف الف الف وحده بطاريه طائره سايخله تولي لان هي بطاريه طائره ب 600,000 ما اعرف منين يشترونها والله خاف هاي مالت الطائرات اللي تصور اللي تصور مو هم يجيبوها تو اللي يشتريها 600,000 اكو تجهيزات اكو دوله اكو شوف المصيبه مصيبه الدفاتر عندك دفتر ملاحظات الف وورق اي 4 750 بند وورق اي 4 ملون دفتر الملاحظات الف ب 1500 هسه اجيب لك ب 500 لا 750 ايش قد ما تريد ورق اي 4 هذا المصيبه سعره معروف هذا ماكو واحد ما متعامل به ال 750 بند ب 8000 اتحدى واحد يجيب لي ب 8000 عمي ب 4000 بالمفرد بالمفرد ب 4000 انا اشتريه بس هم حظهم مسخم ما قاعد الوثائق بيدك اي والله بس ربك يظهر الحق اي الله سبحانه وتعالى الله يظهر الحق اسالك بالله ثلاجه كبيره بمليونين و750 ثلاجه ليش هسه جرد قلم جاف هسه قلم شوف المصيبه قلم جاف انا وياك ليش نشتري نشتري بربع بربع واكو اثنين بربع وقلم رصاص قلم سوفت القلم الرصاص 750 والجاف 750 والسوفت 750 سعر الجاف 750 ب 250 الرصاص والجاف والسوفت 750 لا الرصاص ب 150 150 والجاف 250 والسوفت ب 1300 هسه مسطره وظرف ونايلون هاي خوب اذا عديناها ما نخلص مزيح. شوف سجل سجل فئه 100 ورقه سجل يا اخي معقوله ب 3000 دفتر يعني تالفه ورق ب 400,000 يا اخي اسعار ما موجوده حتى بالمفرد قناص ذباب اي قناص ذباب هاي خيال طق هاي هيك اي 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 بيش ب 80,000 لا دقيق خاف قناص زين خاف بندقية معه ما اعرف سألهم لا سألهم لا لا جديات سألهم والله هو قناص ذباب لو الفليت لو هاي نسميها المهفة لو بندقية حمار والله عبد الله شوف لي اياها حتى الناس تصدق هذا هذا قناص الفقرة 131 قناص ذباب 12 ب 80,000 اخوان قولوا لنا شنو قناص ذباب؟ والله انا ما سامع بقناص ذباب، انا اللي بيلو هاي المهفة ها؟ ها شو اسمه الويد بالكنترول يقول هاي كتالة كتالة؟ والله ما يا يابا هو شو فعلا المال السايب يعلم على السرقة؟ ما معقول اموال الشعب جاي تصرف بهاي الطريقة ومستحقات هاي الفقرة ما تطونهم؟ اي خوي خيمة 400 باوند خيمة 400 باوند بمليون ومية شو دخل نروح انا وياك زين مكنسه كهربائيه
بالله أسألك بالله بس هاي أوقف اليمه. إيه بس هاي. عرف هاي المكنسة أخوي. المكنسة الكهربائية. كهربائية. 150,000. 150,000. إيه نعم. ما يخالف. سلة مهملات. بيها سلة مهملات. سلة مهملات ب 45,000 السلة. أدري مشتري حاوية رحم الوالد. الحاوية توزعها الدولة هم بيش أسعارها. زين. كنفيرة هواء ب 425,000 ومبردة الهواء ب 375,000. ما أعرف. باجات الشرطة الاتحادية. الباج 19,200 العدد ب 5,000 الباج. 19,200 الباج ب 5,000. 5,000. ما يخالف. زين؟ ما يخالف. جهاز ايباد بمليون و100. والله عليك ايباد بمليون و100. هسه خل نروح انا وياك الشارع الصناعه. ميز طعام ب 750. اول ما نزل مو هذا سعر الايباد. هاي مع هاي ب 27 مليار. هسه بعد ما بينحن نظارات واقيات اذن كاتي. زين ليش جهاز الايباد وزاره الصناعه تسوي؟ ليش مو الداخليه تسوي؟ مو هي تصدر هويات مالحه بالسلاح، تصدر باجات لها؟ ليش الشرطه الاتحاديه مشقه عن وزاره الداخليه؟ انت بس فهمني عينك وياي. اي زين انت هسه هاي الهويات غير الشرطة توقعها، غير الداخلية تسويها. شوف هنا هنا باع هنا البيرية بيش مو مساع لقيناها ب 7,800. ايه هنا ب 12,000. حقيبة الظهر ب 55,000. علامة بيرية. قبل شوي قلنا بيرية وعلامتها. من هناك صار ب 7. هسه هنا صارت البيرية ب 12,000 وعلامة البيرية ب 5,000. أنا أقول مشتبهين. 17,000. صفر واقع سهواً. مستحيل ب 5,000. علامة بيرية هاي النسر. هاي هسه تريد اجيب لك شكبان وجه يلم لك مالات الشورجة كلهن. 500. تروح تشتريها انت ب 500. زين. نظارات. ليش نظارة؟ بالله عليك. نظارات لمن؟ ما اعرف للقيادين. كم ايش قد النظارات؟ 1500 نظارة ب 15,000. واقية اذن كاتم ب 175,000. دقيقة وقت هاي اللي حطت التبادورة. مشلح بندقية، هذا المشلح مال البندقية ب 45,000 ومن المستحيل. هاي من عليك بكتفه. بلية درع ب 250,000. هذا سعرهن والله ب 2 مليار و 73 مليون. بيرية ب 12,000. والعلامة ب 17,000. نفتح بعد؟ لا لا تسعد. احنا حتى يجوز نسوي جزء ثالث. معول درع. لا خلينا نتركها بعد. هواي الاخوان. هذا هذا ب 27 مليار. شنو هذا؟ نفس الشيء. هم الى وزاره الصناعه والمعادن، شركه انتاج الالبسه الجاهزه والتجاره العامه المحموديه، طبعا شغلهم كله ويا ابو المحموديه. قول لي هذا منو مقعد؟ بالمناسبه احنا بنسيج الكوت. نسيج الكوت. ارقى بيريه. أرقى بيرية موجودة معمل نسيج الكوت. توسلوا بيها الجماعة قالوا يابا والله المخازن وقطنت. ورحمة لوالديكم تعال اخذوهن عن باربع تالاف. باربع تالاف. باربع تالاف بس تعال اخذوهن. والجماعة يشترونها ب 17,000. والجماعة يشترونها ب 12,000. زين. جواري ب 3,000. معطف مطري بيش؟ ب 14,000. ملابس داخلية. المن شنو هاي؟ ها خير بشر شيخ. انا هاي ما قاري. اي بس خلنا نتاكد منها. ملابس داخليه 10,000. خلنا نصفرها ابويا. انا مشتبه. ها 22,250. شنو هاي؟ ملابس داخليه وياها تبريد. شنو؟ والله ما اعرف. حتى لو بالريحه موج رجالي. شو الرقم ايش قد؟ عندنا احنا مجندات رحم الوالديك. زين. هاي شوفها. سويت فيها كارم الصيام. بس بالي جواريب ب 3,000. ملابس الداخليه ايش قد العدد؟
ملابس داخلية 10,000 ب 22,250. يعني الباس وفانيلة. والله ما ب 22. لأن هذا أقول لك مشلح بندقية مساع قلنا بيش هنا ب 175,000 مساع بيش قلنا مشلح بندقية. ما أدري والله ما كتبته. لا أكتبه وياك. يعني. ألحق وياك. مشلح بندقية. راحت علينا حرامات. لو كاتب هنا يمك. بركت الله ونلقاهن. لأن مساع لقينا مشلح بندقية. أقول لك. ها. هسه الجماعة. هم راح يقول لك الولد بالشرطة الاتحادية مدللين إذا حتى الملابس الداخلية يشتروا له الجواري بيشتروا له معطر يشتروا له نظارات يشتروا له. هسه هذا مشلح أسود ما أعرف شو يقصد به 75,000 بلكت هو نابيش المشلح مشلح بندقية ب 175,000 ناب 75,000 هسه هو نفسه غيره بس هو مشلح بعد شنو حذاء خدمة شوف حذاء خدمة ب40,000 حذاء خدمة والعباس أبو فاضل ذاك اليوم بهذا المول مالت المنصور لقيت بوت من هذا المال فايخين ايه؟ ب40,000 يجنن وأنا هسا أحكي بك كيس الجثث مساع بيش لقيناه ياو كيس مال الجثث بيش هسا صار ب175,000 بردت الدنيا هم الاسعار ويا الانواع الجويه دوشك خوذ نطاق نطاق بيش نطاق ب 10,000 جهاز تصوير بيش ب 8 ملايين اقدم استقالتي من مجلس النواب اذا ب 8 ملايين خاف يطبع فلوس هذا ما اعرف قناع وقايه ب 550,000 مساع القناع اقل من هذا السعر بس ما نقدر ندور حذاء أنا بس ما وقفت غير بس عد شغلة الملابس الداخلية 22,000 وربع زين قيمتهن كلهن صار بيش خلنا نقول لك قيمتهن كلهن عشان يشوفوا الطبخة بيش ب 222,500,000 قيمة مالت هاي الوريقات شوفوا ايش قدهن هاي شوفين ايه ايش قدهن بالله ايش قد خلنا بالله شوف خلينا نشوف الاسعار مالتهم هاي ورقه عز بعينكم ورقه هاي خلينا نشوف خافك وبعد هاي ورقتين بدله مرقطه ب 40,000 علامه بيريه شوف هنا علامه البيريه صعدت لان السوق صعد صارت ب 5,000 والبيريه صارت ب 9,000 كانت ب 12 كانت ب 12 وكانت ب 5 وتصعد وتنزل وعلامة البيرية همكس هاي اثنين ورقتين هاي ثلاث ورقات اي بيش كم مليار بدلة مرقط علامة بيرية صارت ب 5 بيرية بيش 27,659,020,003 وياك قول لي هذا كله بدنا نحكي به من اصل 114 مليار هسه ما ادري انا لان انا الحسابات هنا انا ما ضابط لان هنا حسابات 2016 و2018 هذا ب 7 مليار سرير منان شوف وقمصله سوداء هسه القمصله انا ما اعرف جليد مو جليد مال طيارين دوشق اسفنج ب 45,000 قمصله سوداء قمصله سوداء 25 واحد بس هاي مستلزمات المعركه لان 25 يخاف يبردون تسقط المعركه قمصله سوداء 65,000 دوشق بس صار هناك كان ب 40 هنا ب 45 والاسفنج هناك ما اعرف شنو مدفئه نفط دائريه مدفئه نفط دائريه هاي الصويبه الان وياك ندفع عليه بيش بيش مية وستين ألف
يا ابو العباس ابو فاضل اذا ب 160 الف ورقتين استقاله اقدم من مجلس النواب. بدلت قناص ب 400 الف. مشمع مطري هذا ضد المطر ب 12 الف.